ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ الله ايه ده؟ المفروض ان دي شركة محترمة. دوس هنا لو سمحت. دوس جامد اتقل جامد. ايوه بس ايوه شكرا. ايه رايك بقى؟ في الخمسين خط انا عناية ليكم. في الموضوع اللي قلت لك عليه. ايوه ما انا مش فاهم الموضوع بالظبط اللي انتوا عايزينه مني ايه؟ عماد كل اللي عاوزينه منك هنديك اسم حد معين وتاريخ ميلاده. هتدخل على الكمبيوتر الخاص بالشركه تدي لنا شويه بيانات بسيطه عنه، عنوانه، سكنه، حاجات سهله جدا. ها يعني انتوا عايزيني اسرب بيانات العملاء؟ ايوه ايه؟ لا طبعا ما ينفعش، ده مش من صلاحياتي وضد مبادئي وضد اخلاقي. يا سيدي سلامة مبادئك واخلاقك وصلاحياتك، الموضوع بسيط جدا. الانسانة دي ايه؟ انسانة؟ هي كمان انسانة مش ذكر؟ مستحيل يا عماد. البنت دي قلبت من عنده خاتم الماس 9 قيراط وغيرت عنوانها، لا عرفنا لها عنوان ولا سكن ولا بيت، لا احنا ولا البوليس، وانت الوحيد اللي ممكن تخدمنا في الحكاية دي. ما ينفعش يا عماد، مستحيل. 100 خط. وعايزين موبايلها كمان ولا العنوان بس؟ كل البيانات. برضه لا، مش انا يا استاذ اللي يعمل كده، مش انا يا عماد اللي يتجسس على بيانات واحده بنت. انا اسف، الزياره انتهت، اتفضلوا. انا اللي هتفضل. مشروع الخطوط اتلغى. ولا كل خطوط العالم بعد اذنك. انا شريف. انت فاشل، انا عايزك تبيع لي خطوط. ما عنديش مانع، بس انا ليا طلب، عايز اقول حاجه كده. هدي لك 5000 جنيه. مش فلوس، ال 200 خط دول انتوا عايزينهم امتى؟ 200 ايه يا ابني؟ احنا كل اللي قلناه 100 خط بس. مين قال 300؟ انا من ساعه ما جيت هنا وهم 400. موافق. على فكره يا عندكم بالتاكيد، احنا دورنا في كل الشبكات التانيه ملاش اي وجود. اتفضل. 400 خط. ده طلب الشركه. قولي بقى اسمها ايه؟ وعنوانها ورقم موبايلها وكل بياناتها. يا ابني امال انت هتعمل ايه؟ معلش نسيت، متوتر. فهمت؟ خلاص فهمت. اسمها ايه بقى؟ ساره محمد المهدي. اسم جميل. اوكي يا جماعه، ان شاء الله بكره الصبح ال 500 خط هيكونوا عندكم. السلام عليكم. سلام. امسك كده يا راجل، ارفع رجلك. بس خلاص. السلام عليكم. سلام وخبرك يا كابتن. انت اتجننت؟ تدخل فين؟ انت عايز تعمل لي مشكله؟ علشان خاطر يا نوجه، دي خدمه انسانيه لواحد صاحبي عزيز عليا قوي لسه متعرف عليه. لا يا طارق، ما تسبليش بليز. 5 ثواني. نو. هخش الكنترول روم 5 ثواني اكتب البيانات واخرج. 5 ثواني. نو. طب 3 ثواني. نو واي. طب نص ساعة. طب نص ساعة، اوكي. مرغني طارق، ايه اللي جابك هنا؟ نجوى عايزاك تحت. نجوى حبها خريت على طول. بس حب من طرف ثالث. يعني ايه؟ اول مره اسمعها دي. يعني هي بتحب واحد وواحد بيحبها وانا بروح اقعد معاهم كده. هي حكيت لي بقى على الاولاني، عمرها ما حكيت لي عنك. طب ايه عايزاك تحت؟ طيب يلا بينا. يلا بينا ايه؟ ما هي قالت لي استناك هنا لغايه ما تطلع تاني. هي لسه كده؟ ايوه انا خدت منها اذن. طيب هكدب عليك. عايز انزل الاقيك طرف اول. خلص. ايوه سارة الضفراوي، سارة محمد المهدي. ايوه سارة محمد، 15 شارع المعادي. تمام اوي. طيب ايه ده 5-7. ده رقم الاستاذ اسامة منير. اتصل. الو، هاي يا اسامه. على فكره الحلقه حلوه قوي النهارده. ميرسي ليكي، ربنا يخليكي. الصوت ده انا سمعته قبل كده. ايوه الكمبيوتر بتاعي فيه رقمه. ايوه 17. لا
بتعمل ايه هنا؟ فيش، كنت عايز اتكهرب بس ما عرفتش. وانا كنت عايز احب بس ما عرفتش. ليه حصل ايه؟ قاعد ترغي ترغي وما فكش من اي حاجه. طيب معلش، طب افك انا بقى. طب ما افك لك، انا معايا فك. طب معاك 10 خمستين؟ لا، معايا 6 8 تين. يا راجل افك لك وبتاع، عمال ترغي وموقفني. اقعد اقعد مرغني. سلام. ماشي. الباب وصلة، رب تكون اشتغلت. علشان كده حاسه ان عمري ما هقابل حد احبه ويحبني. صدقيني يا ريهام، الحب هيجي لوحده. كتير قوي نقعد ندور على الحب. ده ريهام بطل البرنامج. اخطاء كبيره جدا. ايوه الحب ده اسمه نصيب، هيجي لك لوحده. شكرا ليكي على تجربتك. ازاي تبقى متخيلين نهدي لك الاغنيه اللي جايه. السلام عليكم. معتز فين؟ هتلاقيه فوق. معتز انزل. عبد الله على السلامة، اركن العربية في أي حتة واطلع. أنت عارف إني لا أستطيع الطلوع. انزل أنت، انزل بسرعة، عايزك. خلاص خليك أنا نازل. بسرعة. طيب خلاص. رهيبة رهيبة رهابة. القهوة؟ قهوة إيه يا راجل، دي تقرف. أنا بتكلم على البنت اللي أنا كلمتك عليها قبل كده. صوتها صوتها يا معتز تحفة. أنت بقى سمعت صوتها فين قبل كده؟ سمعتها بتتكلم مع الأستاذ أسامة منير. إيه؟ انت لسه بتسمع البرنامج ده؟ لا يا راجل، لا لا، ده بالصدفه بالصدفه. انا خلاص بطلت. ايوه كده. انا عايزك بقى وزه تعرفني عليها. بقول لك ايه؟ ابعد عليها دي خالص، ودي مراقبها. لما اتاكد الاول انها مش نصاب. ولا ده اكيد بنت ملعب وانا عارفها. اخرس، انا ما اسمحلكش تقول عليها كده. تفهم ولا لا؟ ولا اخرج بره الموقع. يلا بره. انت مش محترم وضلالي. ولا انت بتهدرني قدام العمال. ايوه اشهدوا يا عمال مصر. ولا امشي يلا. هاي يا جميلة، انت فين؟ في الشغل، لسه خارجة حالا من عند المدير. طب ما تعدي عليا تاخديني ونروح المطعم اللي جنب النادي الاهلي. الفرصة جت. المطعم ده فين؟ ايوه ده في الزمالك. طب يلا باي. جميلة، والله اقولك مش قادرة اخرج، ما تيجي نتغدى عندي في البيت. طيب خلاص هستناكي. اوكي. ايه الاشكال دي؟ اكيد بتهزروا. طب انا اكلمها على الموبايل. اتصل بيها على الموبايل واشوف. الله، ده انت في الموبايل. شيل الفيشة شيل الفيشة. انا قفلت قفلت. انت بتحكي على ايه؟ مش انا اللي بتكلم. اهو بقول لك ايه لو سمحت. نعم. في مطعم تاني او كافيتيريا او حاجه هنا جنبكم ولا حاجه غير دي؟ اللي لازق فينا ده على طول هنا كده. يا راجل يا راجل. يا ساتر. ممكن تفهم بعد اذنك؟ لا شكرا. يا ترى يا ترى هتطلع اي واحده فيهم؟ يا رب تطلع كلهم. ايه الصحراء دي؟ سوري يا جماعة، معلش لو سمحتوا، اللي عاملة تليفونها سايلنت يا ريت شغل الجرس. ها؟ انت يا استاذ. ايوه. اطلع بره لو سمحت. حاضر. ما جاتش ليه بس؟ لو سمحتي، هو حضرتك داخلة هنا تعملي ايه؟ اكيد تقصدي المحل اللي جنبنا على فكرة. يا سلام، خش يشوف الشعور اللي جوه، بكرة تتعقدي. ترى بلكونتك بتبص على الشارع.
تيجي سارة. الحيوان ده شكله كلب. اعمل ايه؟ مستشفى ام او اس. ايوه الو مستشفى الكلب. مستشفى. ايوه انا عايز عربية اسعاف. يا رب ولد ايه دي؟ مش حامل. يا رب تقوم بالسلامة. يا دكتور خير طمني. كان عندها اغماء نتيجه حاله تسمم. واضح انها شد الحاله ومشضيطه غصب عنها. اغتصاب؟ اغتصاب يا استاذ. امال ايه؟ يعني ايه اللي حصل؟ يعني انا ممكن دلوقتي اخش اطمن عليها؟ لا دي طلعت فوق خلاص. ايه ماتت؟ ماتت ايه يا استاذ؟ طلعت فوق في الدور السابع. في السابع؟ وما لقيتوش غير السابع اللي طلعوها فيه؟ طيب اجي لها بكره بقى ان شاء الله تكون نزلت لارضي. ما في اسانسير. المهم يكون في سلم. وصفات فتح احلامك يا ريان. ياه ده لازم يكون رومانسي وبيسمع البرنامج بتاعك. اهو خليكي مرسي خالص. طب المواصفات الاساسيه يعني يبقى حالم طيب، واتمنى يعني انه يبقى جذاب جدا طويل، ويا ريت يعني يبقى هادي وجريء. هي الحاجات بتروح مني ليه كده؟ طبعا دي كلها مواصفات اوليه. ايه الطلبات دي؟ طب لو طلبت منك تختاري لي بتعجيز واحده بس هتختاري ايه؟ الاسئله دي من بره المنهج. يعني لازم يبقى وسيم. وسيم بس وسيم بس خلاص. وسيم عرفت. وسيم عرفت. وسيم عرفت. وسيم عرفت ان انا وسيم. وسيم 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 وسيم. Ah!
لا معتز الحالة معتز الشريط حيموتني معتز معتز انا بتفق يا معتز انت ايه شريط 24 ساعة ده